وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد الحيدان، الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان. أهلا بك أستاذ خالد، يعني حدثنا عن ما تم إنجازه في إطار تنفيذ أوامر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما سيتم تنفيذه حتى نهاية الشهر الجاري. في البداية أمسي عليكم بالخير وعلى جميع المشاهدين. طبعا بعد صدور أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 2000 وحدة سكنية، اتخذت الوزارة جميع الإجراءات والاستعدادات لتنفيذ هذا الأمر، واللي تم البدء بتنفيذه بالعيد الوطني المجيد في 16 ديسمبر، ومن المؤمل أن يتم الانتهاء منه في نهاية الشهر الجاري. حتى اليوم تم توزيع أكثر من 1000 وحدة سكنية موزعة بين شهادات تخصيص وتسليم مفاتيح لوحدات سكنية، واللي توزعت على عدد من المدن والمشاريع الإسكانية مثل مدينة سلمان ومدينة خليفة وشرق الحد وشرق سترة ومشروع اللوزي وغيرها من المشاريع الإسكانية. وإن شاء الله يعني الوزارة وبدعم من الحكومة الموقرة مستمرة في الفترة القادمة بعملية التوزيع حسب الجدول الزمني الموضوع لاستكمال توزيع الوحدات السكنية وتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس وزراء حتى نهاية الشهر الجاري. نعم، كيف تابعتم ردود الأفعال من المواطنين حول تسريع عملية تسليم الوحدات السكنية والمشاريع الضخمة التي تقوم بها وزارة الإسكان؟ في الحقيقة يعني منذ صدور أمر التوزيع وأثناء عملية التوزيع لمسنا الفرحة الكبيرة حقيقة والتقدير الكبير من المواطنين للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء. كذلك يعني احنا في وزارة الإسكان وجميع منتسبي الوزارة سعيدين جدا بصدور هذا الأمر وبتنفيذه. الأستاذ خالد الحيدان الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان، شكرا لك.